صديقي وصديقتي المستمعة، أعرف أنك تقدر تقرأ كتاب عن تاريخ أمريكا، كتاب مبوب بالتواريخ ومرتب بتسلسل زمني جميل، لكن أنك تقفز لحدث غريب في القرن التاسع عشر وتعرف منه أمريكا، فهذا الشيء المميز اليوم. أمريكا اللي تشوفونها اليوم ليست هي كما ستسمعونها في هذه الحلقة. انقسامات في الكنيسة، انفلات أمني، مملكات تؤسس ورسل تبعث، واقتصاد يدفعك لكي للتهم أو استقبالها. كتاب The King of Confidence أو ملك الثقة يحكي لكم قصة رسول وملك بعث في شمال أمريكا لكنه لم يتوج أحلامه كما يريد. اسمع معنا ما لم تسمعه عن أمريكا من قبل في حلقة جديدة من ساندويتش ورقي. مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. كنيسة المسيح. قامت الثورة الفرنسية وظهر نابليون، فتكت الجيوش البريطانية والفرنسية ببعضها البعض، واختفت امبراطوريات كالأسبانية والبرتغالية والعثمانية، والأهم سقطت الدولة الرومانية المقدسة لتظهر بريطانيا العظمى. كل هذا حصل في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، يعني نهاية الألف وسبعمائة وبداية الألف وثمانمائة. فترة غريبة انتشت فيها المصانع والسكك الحديدية، وأعلنت أمريكا نفسها كدولة قوية في الجزء الغربي من الكرة الأرضية. خلال هذا الصخب وفي منطقة ما في أمريكا، سمع الناس صوت رصاصات ثلاثة استقرت بثقة في الجهة الخلفية من رأس شخص يدعى جيمس سترانج، شخص كانت تهمته الادعاء بأنه نبي وملك. راح نسمع قصته ونعرف من خلال هذه القصة التي أنتجت فرقة مسيحية مشهورة تدعى بالمورمونز، راح نمر خلالها على شوية أحداث غابت عننا من تاريخ أمريكا والعالم. هنتكلم اليوم عن شخصية عجيبة في التاريخ الأمريكي اجتماعيا ودينيا، شخصية اسمها جيمس سترانج. قليل منا سمع عن هذا الاسم، لكن الكثير من دارسي الحركات الدينية في أمريكا يعرفونه تمام المعرفة. هذا الرجل اللي عاش في جزيرة بيفر، الجزيرة التابعة لولاية ميتشيغان الأمريكية. بالمناسبة ولاية ميتشيغان هي ولاية شمالية محاذية للحدود الكندية، الولاية الوحيدة اللي تطل على 4 من أصل 5 بحيرات. تسمى هذه البحيرات بالبحيرات العملاقة، موجودة في شمال أمريكا، 5 بحيرات من المياه العذبة. تخيلوا، هذه البحيرات تغذي أكثر من 50 مليون شخص بمياه الشرب، وطبعا ازدهرت معها الزراعة. هذه البحيرات تعتبر ثاني أكبر مصدر للمياه لأي شعب بعد الماء المذاب في سيبيريا. جزيرة بيفر هي واحدة من الجزر في بحيرة ميتشيغان زي ما قلنا، مساحتها 125 كيلومتر مربع، أكبر شوي من مساحة بعض الدول الأوروبية، يعني تعادل مساحة اليونان ويمكن أكبر شوي. اللي أحاول أقوله أنه هذه الجزيرة أشبه بدولة داخل دولة. ومو بس كذا، صحيح أنها عرفت بالغابات وفاكهة الخوخ وميناءها الحيوي، المهم أنه جزيرة بيفر اشتهرت أكثر وأكثر بمملكة أسسها بطل حلقتنا اليوم، جيمس سترانج. كانت السنة هي 1850 ميلادية، والمتحدثة اللي حتسمعون نقل لكلامنا لها أو اقتباس من كلامها هي واحدة من أتباع كنيسة المورمونز، تحكي قصة تتويج جيمس سترانج كملك. كنت جدا متحمسة لحضور خيمة الاحتفال الكبيرة. في الجانب كانت منصة يتقدم إليها موكب من الرجال كبار السن يرافقون الملك. حضر هو أولا مرتديا بالطو أحمر ساطع وبجانبه مستشاره، يتبعه الرسل الاثنى عشر ثم الموظفون الأصغر. كان مسموحا للحضور الجلوس في أي مكان يجدونه مناسبا داخل الخيمة. إعدادات هذا التتويج كانت تحت إشراف جيو آدمز رئيس المستشارين. آدمز دائما ما كان طاغي الحضور، ولأنه ممثل في الأساس فقد أتم طقوس التتويج على أكمل وجه. ختمت هذه الفعالية بأن قام آدمز بوضع التاج المعدني
على الرأس الأحمر الداكن الذي يميز الملك، التاج الدائري النحيف والمرصع بالنجوم في مقدمته. انتهى الاقتباس. وصف جميل لتتويج ملك في قلب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن السؤال، من هو سترانغ؟ وليه كان يعتبر نبي؟ وليه كان يعتبر ملك؟ وليه كان يعتبر حامل للوحي؟ قبلها لابد نشوف من أين أتى فكر جيمس سترانغ، من وين استقى أفكاره. وقبل ما نعرف جيمس سترانغ لازم نعرف كمان اللي حصل في كنائس العالم، وبالتحديد كيف ولدت كنيسة المورمونز من رحم كنيسة البروتستانت. رح أكلمكم الآن عن بداية الكنائس، كيف وصلت المسيحية إلى هذه الانشقاقات العظيمة والعقائد المختلفة. الكنيسة كانت واحدة قبل ما يحصل الانشقاق العظيم. انقسمت الكنيسة إلى قسمين رئيسيين، شرقية وهي الأرثوذكسية، وغربية وهي الكاثوليكية. إذن عندنا أرثوذكس في الشرق، كاثوليك في الغرب. الكاثوليكية تبنتها أكبر إمبراطورية في عصرها، الرومانية، الرومان كاثوليك. وطبعا هذا التبني أكسبها قوة ساعدتها في محاربة أندادهم الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. في القرن السادس عشر، يعني 1500 وعليها، بدأت احتجاجات في الغرب على الكنيسة الكاثوليكية وممارساتها في أوروبا. بدأوا يحتجون على ممارسات الكاثوليك، مثلا رفضوا مسألة الغفران، وكانوا يقولون احنا ما نحتاج تعب كثير عشان نطلب الغفران من الرب، ما تحتاج تكفير أو دفع أو جهد، كل اللي عليك عشان تحصل على الغفران إنك تؤمن بالمخلص، أو بلا صح تؤمن بيسوع عليه السلام. من هنا بدأت تظهر في الجزء الغربي من الكرة الأرضية فكرة البروتستانت. البروتستانتية الإصلاحية رفضت احتكار تفسير الكتاب المقدس، وقالوا إنه ما هو حكر على البابا، ما هو حكر على كبير الكاثوليك، بل لكل واحد فينا الحق في تفسير الإنجيل كما يراه. كذلك اعترضوا على تزهد وترهب القساوسة، كانوا يقولون لازم القساوسة يتزوجون. وأخيرا أبرز احتجاجات البروتستانت كانت أن الكتاب المقدس هو فقط مصدر التشريع وليس البابا بنفسه. شايفين قديش هي مهمة الإصلاحات والاحتجاجات على الكنيسة الكاثوليكية؟ البروتستانت اسم على مسمى، بروتستانت من كلمة بروتست يعني يحتج، وبروتستانت معناها المحتج. إذن البروتستانتية هم فئة احتجوا على الطريقة الباطنية اللي كانت الكاثوليكية تفسر فيها الإنجيل وتصدر القوانين. اعترضوا على صلاحيات بابوات الكاثوليك وأصروا على العودة إلى نص الإنجيل. سنين مرت وطلع من هذول البروتستانت نفسهم المحتجين، طلعت منهم حركات أخرى تطالب بالتجديد المستمر، كان اسمها حركات الاستعادة أو الريستوريشن موفمنتس. لما نيجي نصنف الاستعادة ممكن نقول إنها حركات أصولية، ممكن نقول كذا، أو هكذا تسمى في عالم السياسة والعقائد. الأصولية يعني تؤمن بالنص كأساس للتشريع والسلطة. هذا بالضبط كان توجه حركات الاستعادة، فهي تؤكد وجوب العودة لنص ما قاله المسيح، العودة لنفس طريقة حياة المسيح وما كان يقصده فعلا، بدون تدخل البابا أو أي طبقة كهنوتية أخرى. رغم اختلاف هذه الجماعات، جماعات اللي انشقت داخل البروتستانتية رغم انشقاقهم في بعض التفاصيل، إلا أنهم اتفقوا على مبادئ عدة، منها المسيح هو ابن الله، يحتفلون بعشاء الرب أول أيام الأسبوع، هنالك ضرورة لعمل المزيد من الإصلاحات في الكنيسة. كيف؟ من خلال الرجوع إلى الحياة كما كانت عند المسيحيين الأوائل. كانوا يؤيدون نبذ الانقسام الكنائسي بين أتباع البروتستانتية، يعني ما يبغون الانقسام بين الحركات اللوثرية الإيفانجيلية وغيرها. كانوا يحاولون توحيد الكنائس كلها تحت اسم كنيسة واحدة اسمها كنيسة المسيح. هذه الفئات اللي ظهرت من البروتستانت نبذوا الانقسام وحاولوا فعلا لم الشمل في حركة مسكونية واحدة، ومن هذه الحركات ظهرت كنيسة المسيح اللي حنتكلم عنها اليوم. وعلى فكرة لما نقول حركة مسكونية أو فكر مسكوني، كلمة مسكوني هنا ما هو شيء له علاقة بالأشباح أبدا زي ما احنا متعودين في اللغة العربية،
أنتوا حتسمعونا كثير في الأدب المسيحي. معنى مسكوني أي تجمع كل سكان الأرض، يعني عالمية. فإذا سمعت عن اجتماع مسكوني أي اجتماع عالمي، وهو تجمع لتوحيد الرأي وجعله رأي عالمي يشمل كل الأرض. أصدقائي بالبحث في تاريخ كنيسة المسيح راح تظهر لنا شخصية مهمة جدا اسمها جوزيف سميث، ولهذا الاسم قصة حصلت لي أنا. أول مرة سمعت هذا الاسم كنت في منزل الصغير في مدينة ليستر أثناء ابتعاثي لمرحلة الماجستير. سمعت طرقات على الباب في فترة العصر، كان الربيع البارد بدأ ينسنس علينا. النسيم اللي لفح وجهي لما فتحت الباب ما منعني أتفاجأ من منظر الشخص اللي أمامي، شاب يلبس بدلة سوداء ابتسامته عريضة جدا، ومباشرة سألني عن إذا كان عندي وقت أسمعه. بدون تردد قلت له تفضل، لأني كنت فاضي وقتها ومزاجي عالي وأبغى أخذ وعطي مع أهل هذه الدولة، أبغى أطور لغتي الإنجليزية. لذلك جلسنا على الكنب، كان قماش الكنب من نوع القطيفة لونه بيج مريح جدا للجلسة، لذلك كنت أتوقع أن الجلسة راح تكون طويلة. وسألته مباشرة خير، أو بما يقابلها بالإنجليزية واتساب، تفضل قول اللي عندك. الشاب بدأ يكلمني عن كنيسة يتبع لها اسمها المورمون، كان يقاطع كلامه بأسئلة يوجهها لي كأنه يحاول يخبي لي أسئلة شخصية وسط الحوار. أسئلة من نوع إيش دينك؟ إيش مذهبك؟ رأيك في المسيحية؟ هل زرت كنيسة قبل كذا؟ عني شخصيا كنت أجاوبه إجابات قصيرة ومباشرة. ما علينا، الشاب هذا كلمني عن رسول من الله للأراضي الأمريكية يؤمنون فيه، اسمه جوزيف سميث. كان مسترسل في سرد مناقب هذا الرسول، وكان يأكد لي بأنه يتلقى الوحي من الله. كلام كثير هو حافظه عن ظهر قلب، جاي يقوله بالمليمتر مدروس. قاطعته في لحظة وعرضت عليه أني أقدم له شاي أو قهوة، برضو الرجل هذا ضيفي. فاجأني بأنه رفض الدعوة وقال إنهم ما يشربون أي منشطات، وأنه لو ممكن أقدم له كأس يا عصير يا كوب موية. بعدها قدم لي كتابه المقدس اللي اسمه المورمون المقدس، وأكد لي أنه تكملة مهمة للعهد القديم والجديد. في نهاية نقاش معاه طلب مني هذا الشاب أننا نرفع أيدينا وندعو الله بأن يهدينا إلى الطريق القويم. سألته أي إله راح ندعي له؟ هنا دخل الشاب في شرح آخر وأخذ له يمكن 5 دقائق يشرح لي معتقده بأنه لا يؤمن بالثالوث، وأن 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 الشاهد أنه ما خرج من عندي إلا وفراسي 1000 علامة استفهام. الرجل فاهم إيش قاعد يقول، الرجل عارفني تماما، الرجل في مهمة تبشيرية، الرجل يحب شخص اسمه جوزيف سميث. جوزيف سميث كان عنده هدف واضح وصريح في أمريكا، طبعا كان هدفه أنه يجمع الكنائس البروتستانتية المتفرقة، الكنائس المختلفة تحت لواء واحد، فكرة مسكونية زي ما قلنا. الكنيسة لازم تعود لسابق عهدها، نفس العادات نفس التعاليم الطقوس. جوزيف سميث ما اكتفى بنصوص العهد الجديد اللي هو الإنجيل، بل بدأ يبحث في العهد القديم أو التوراة. كان يحاول يرجع خطوتين وراء أصولي، كان ينادي مثلا يا ناس ارجعوا لأصل الدين، ابعدوا عن بين قوسين هرطقات الكاثوليك. وعشان هدفه هذا نشر كتاب بعنوان كتاب المورمونز، وهو تقريبا كتاب مقدس يتعبد به عند المورمونز. الكتاب يقال أنه ترجمة إلى الإنجليزية ترجمة لنصوص إلهية كانت مكتوبة على ألواح ذهبية مدفونة تحت الأرض. ألواح ذهبية فيها نصوص مقدسة، أخذ جوزيف سميث ترجمة هذه العبارات أو هذه النصوص إلى الإنجليزية. يقولون أنه أحد الملائكة قابل سميث وهو في 17 من عمره، ودله على مكان دفن هذه الصفائح. المورمونز من بدايتهم كانوا مزعزعين وغير مرغوب فيهم، لم يرحب بهم في نيويورك مكان ظهورهم، وبدأ الناس يطاردوهم ويطردونهم من الشرق اللي فيها نيويورك إلى الغرب لين وصلوا إلى ميزوري. لكن في النهاية الجماعة ذول، جماعة المورمونز، وجدوا ظلتهم في ولاية إلينوي، بشكل أدق في مدينة صغيرة اسمها نافو.
كل هذا الشتات اللي حصل للمورمونز من أجل شيء واحد، تأسيس القدس الجديدة أو نيو جيروزلم. وعلى طاري جيروزلم، المورمونز بدأ يتغير تركيزهم من العهد الجديد إلى العهد القديم زي ما تكلمنا قبل شوية. يعني بدأوا يشرعون أو يجدون شيء شرعي أنهم يعتمدون على التوراة، نصوص التوراة. أخذوا منها تحريم الخمر، تحليل تعديد الزوجات إلى آخره. زي ما احنا عارفين أنه إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب عليهم السلام كان عندهم أكثر من زوجة، لذلك رجعوا خطوة وراء وجابوا التشريع التوراتي. راح نتكلم بالتفصيل بعد شوي عن انتقالاتهم هذه وكيف حصلت الانتقالات اللي استمرت ما يقارب 40 سنة. خلونا الآن نرجع لجوزيف سميث. من هو جوزيف سميث بالضبط؟ جوزيف سميث مؤسس الكنيسة المورمونية. هذا الرجل ما كان رجل دين فقط، بل كانت عينه على تأسيس مملكة، وبدأ فعلا في آخر شهور حياته تأسيس نظام ملكي سماه مملكة الرب عام 1844. أعلن جوزيف سميث نفسه ملك لمملكة الرب، وتوج هذا الملك لكن كان تتويج سري. جوزيف سميث جمع عشرات الأعضاء، كانت مهمتهم الانتشار في الأرض، إقناع الناس بالعقيدة الجديدة بالمملكة الجديدة. وكل مؤمن جديد في هذه العضوية أو في هذه الكنيسة يستلم مهمة جديدة، أنه على طول يبدأ تنفيذ عملية التبشير، يروح لأصقاع جديدة من الأرض ويبشرهم بمملكة الرب وبالعقيدة الجديدة. نجحت هذه الخطة، وصل عدد المورمونز عند اغتيال سميث إلى عشرات الآلاف من الناس. بعد كم سنة صار عددهم أكثر من 15 مليون شخص بكامل اختلافاتهم. هذا الحس التبشير القوي ورغبة المورمونز في تكوين مملكة وتوجههم للاستحواذ على سلطة سياسية وعسكرية جعلهم زي ما قلنا محط امتعاض وكره من قبل أي مجتمع جار لهم، بل حتى الأراضي اللي سكنوا فيها كان الناس غير راغبين فيهم. عندهم نزعة سياسية عسكرية دينية، عندهم نزعة للتسلط. هذا اللي خلاهم يطردون من أكثر من منطقة قبل استقرارهم الأخير في نافو. هذا الحس التبشيري ويمكن المتطفل شوية على حياة الآخرين زي ما حصل لي، هو اللي خلى صديقي الإنجليزي في ليستر يحذرني منهم وقال لي بالحرف الواحد: لا تعوده يدق على بابك، لا تعطيه وجه، لا تتردد في رفض زياراته اللي راح تتكرر كثير عليك. صديقي لوك قال لي في النهاية: وراح أذكرك بأنهم راح يزورونك مرة ثانية وثالثة ورابعة، لا تعطيهم وجه. أصدقائي، خلينا نأخذ نقطة سريعة على الهامش بخصوص المورمونز. هذه النقطة راح نأخذ فيها جولة سريعة على بعض الإرث المسيحي. كأي فرقة جديدة تحاول أن ترسم ملامحها المميزة، المورمونز كان عندهم نظرة غريبة ومختلفة شوية عن باقي المسيحيين. الكنيسة المورمونية كانت تحتفل بميلاد المسيح بنفس التاريخ مع كل الفصائل الأخرى. الناس دول عادي جدا، يأكلون معك ديك رومي ويذكرون الصلوات وكأنه واحد من المسيحيين العاديين، لكن لا لا لا، كل كلام اللي قلته أنا غلط. المورمونز يؤمنون بأن عيسى عليه السلام ولد في 6 أبريل، في الربيع مو في الشتاء. وهذا شيء مو غريب على دارسي العقيدة المسيحية، لأن التاريخ الحقيقي لولادة المسيح عليه السلام مختلف عليه جدا. مثلا الأناجيل الأربعة اللي هي متى، لوقا، يوحنا، مرقس، اللي يسمونها بأناجيل العهد الجديد، ما ذكرت بالتحديد متى ولد عيسى عليه السلام. كل اللي عمله المؤرخون هو تتبع لأحداث ذكرها كتاب الأناجيل، وكانوا يحاولون يزامنون هذه الأحداث مع تاريخ ولادة المسيح، يعني التاريخ تقريبي. خليني أوضح لكم شوية كيف هذا الاختلاف حصل. إنجيلي متى ولوقا، هذه إنجيلين معتبرة، ذكروا أن الولادة، ولادة المسيح، حصلت لما كان الملك هيرودس ملك على اليهود. المصادر تقول أنه هيرودس حكم المنطقة اللي من الجولان في سوريا إلى البحر الميت في الأردن، وأن اليهود هناك كانوا يعارضون هذا الملك أشد معارضة. تقول أناجيل متى ولوقا أنه هيرودس جزر في اليهود، قتلهم وذبحهم. صورة هذا الملك مو بس تشوهت من ناحية تعامله مع اليهود، بل أصله كمان كان يعتبر أصل غير نقي بحسب بعض المصادر. الفترة اللي ولد فيها المسيح كانت فترة الدولة الرومانية، بينما هذا الملك هيرودس ما هو روماني، أبوه من عرق اسمه الأدوميين
وهم قبائل بدوية سكنت جنوب الأردن وسيناء. هل ممكن نصنفهم عرب؟ ما أعتقد، أو بلا صح ما أدري. الأدوميين اللي منهم الملك هيرودس تجمعهم تشابهات مع الكنعانيين. متى ولوقا أصحاب الأناجيل وثقوا أن هذا الملك كان يذبح المواليد في بيت لحم عندما انتشر خبر ولادة المسيح. وهنا السؤال اللي يطرح نفسه، كيف عرف الملك هيرودس أن المسيح خطر عليه؟ ليه بدأ يذبح المواليد؟ ليه المسيح خطر؟ لأنه بعض الكهنة المجوس أو أتباع الزرادشتية زاروا فلسطين بعد ما رأوا نجم في السماء. فهم المنجمون أنه ملك اليهود قد ولد في مكان ما في فلسطين، وهذا الخبر وصل لهيرودس وحاول معرفة مكان هذا الطفل ليقتله طبعا. لكن المسيح وأمه مريم العذراء ويوسف النجار هربوا إلى مصر فيما يسمى برحلة العائلة المقدسة. حصلت بعد هروبهم إلى مصر في فلسطين مذبحة الأبرياء. هيرودس فشل في معرفة من هو الطفل الملك، فأمر بذبح كل طفل أقل من سنتين في مدينة بيت لحم. هذا معناه إنه المسيح كان أقل من سنتين أيام هروب العائلة إلى مصر وأيام مذبحة الأبرياء. نوصل للنقطة اللي بحاول أقولها، من هذا الحدث قدر بعض المؤرخين أنهم يحددوا تاريخ ولادة المسيح، وقالوا إنه قبل التاريخ اللي نعرفه اليوم، يعني ميلاد المسيح الحقيقي هو قبل ميلاد المسيح المتعارف عليه بثلاث سنوات. ثلاث سنوات يعني مفروض تاريخنا إحنا الآن 2025. المهم إنه المذبحة والهروب والتاريخ كله مختلف عليه ويعارضه كثير من المؤرخين. أتمنى أني عملت نقطة هنا على مسألة اختلاف متى ولد المسيح يوما وسنة. أصدقائي، اللي عجبني في هذا الكتاب أنه يوضح لك أنه معظم الخلافات بين الدول ليست خلافات دينية بحتة، بل عادة تكون سياسية اقتصادية في مليون سبب وسبب يسبب العداء، يسبب الحرب بين دولة وأخرى. هذا الشيء اللي فهمته من خلال قراءتي في المعارك اللي خاضتها الكنيسة المورمونية في أمريكا. لما نقول أنه الكنيسة المورمونية كانت أكثر من كونها عقيدة دينية، كانت دولة تريد أن تؤسس لنفسها كيان سياسي منفصل. المعركة اللي حصلت في ميزوري عام 1938 تؤكد كلامنا ذا. حصل بين المورمونز وباقي أصحاب الكنائس الأخرى المسيحيين في أمريكا، في نفس المنطقة اللي فيها المورمونز حصلت معارك عنيفة. أنصار المورمونز زي ما احنا عارفين هاجروا من نيويورك في الشرق إلى الغرب إلى ميزوري، وقرروا تأسيس مدينة اسمها مدينة صهيون. هذا القرار خلى المستوطنين الآخرين يتحركوا عشان يوقفون المورمونز. ليش يوقفون المورمونز؟ هل هو هدف عقائدي فقط؟ ما في مليون سبب وسبب، منها أنه يحق لمؤسسي مدينة صهيون طرد ساكني هذه المدينة. أنت في مدينتي، مدينة صهيون، أنا راح أطردك. هذه دولة جديدة وأنت ما أنت مقتنع بهذه الدولة الجديدة ولا أجندتها. رقم 2، المواطنين الأصليين في هذه المدينة سيصنفون أعداء وسيحاربون في أرزاقهم وعقائدهم. هذا الشيء يخوف طبعا. والسبب الثالث هو أنه معظم المورمونز جايين من مناطق تحارب الاستعباد، وهذه نقطة اقتصادية شوية. إذا عرفنا أنه ميزوري منطقة تعتمد على الرق والعبيد، اقتصادها يقوم على الاعتماد على العبيد اللي يجلبونهم عادة من أفريقيا، اقتصادي قائم على هذه التجارة، قائم على هذه الأنظمة. المورمونز جايين من منطقة تحرم الاستعباد، هذا معناه أن المورمونز راح يخربون اقتصاد المدينة ويلغون الرق. اللي حصل أنه جوزيف سميث اللي أسس كنيسة المورمونز، جوزيف سميث وأتباعه هربوا إلى مدينة نافو، فاكرينها؟ من يوم وصلوا المدينة بدأوا تأسيس معبدهم ومملكتهم بعبر أدق. لكن حتى أهل مدينة نافو اعترضوا. الصحف المحلية وبالأدق صحيفة اسمها نافو إكسبوزيتر بدأت تتكلم عن نشاط هذه الجماعة المخيف، عن تحليلهم لتعدد الزوجات، عن استعداداتهم العسكرية والسياسية اللي ما توقفت. طالبوهم بالإصلاحات العاجلة. جوزيف سميث ما صدق خبر وبدأ يخرب في هذه المؤسسات الصحفية اللي كانت تزعج الكنيسة المورمونية. جوزيف سميث كان خايف أنه يتم تأليب الناس كلهم على الكنيسة المورمونية.
لكن تخريب منشأة صحفية إعلامية كان خطأ فظيع من جوزيف سميث. تخريب منشأة صحفية أعطى أعداؤه الفرصة عشان يعلنون الحرب عليه. انشحنت الأجواء وبدأت فرق عسكرية من ولاية إلينوي تستعد للمواجهة، وكان في تهديد قوي لجوزيف سميث: إذا ما وقفت فقواتنا العسكرية في المنطقة راح تتضاعف. اللي حصل إنه سميث حاول الهرب لكنه تراجع وسلم نفسه مع أخوه هيرام سميث. بدأت محاكمتهم كمسؤولين قياديين في الكنيسة المورمونية. انسجم سميث وأخوه هيرام في سجن كاثريج، أو بالعربي قرطاج. نعم، في مدينة اسمها قرطاج بولاية إلينوي. المهم، في الإيقاف أو في السجن هاجمه مسلحين مجهولين. باب السجن انفتح وظهر رجل يحمل سلاح. حاول أخو سميث اللي كان مسجون معه حاول إغلاق الباب، لكن رصاصة أصابته في الوجه أودت بحياته مباشرة. سميث أخذ شوية وقت في الدفاع عن نفسه، أطلق 3 رصاصات من مسدس صغير كان يحمله، وأثناء ذلك حاول الهرب من الشباك، وبالفعل قفز من الشباك لكنه أوريدي تلقى 2 رصاصات وسقط من النافذة. لحظة سقوطه أخذ يصرخ أو لورد أو جاد، وبمجرد أن ارتطم جسده على الأرض فارقت روحه جسده. استمر المسلح في إطلاق النار عليه عشان يتأكد أنه مات. بعدها بأيام تم اتهام 5 أشخاص في هذه الجريمة، لكن لم يتم تأكيد التهم وأطلق سراحهم ليدفن سميث في مدينة نافو. وكأي حادثة اغتيال كبيرة مثل هذه انقسم الناس حول جوزيف سميث. الصحف الغير مورمونية اللي ما تؤمن بعقيدة المورمونز اتهمته بجنون العظمة والهرطقة، أما الصحف المؤيدة له فنعتوه بالشهيد وأكدوا على أن موته شهادة على ثباته وإيمانه بالعقيدة. الكل بيستغل هذه الحادثة. لو قرأنا كيف كانت وجهة نظر المؤيدين لجوزيف سميث راح نتعجب من اللغة اللي كانوا يستخدمونها لوصف حادثة الاغتيال. خلونا نقتبس ونقول: عندما نسمي قتلة جوزيف سميث وأخوه بأنهم طغمة أو أوباش، فنحن نحاول بشكل عام وفضفاض إخفاء هوية أشخاص لهم أسماء وحياة ودوافع. أحد أولئك القتلة كان في الجيش في مدينة وارسو في ولاية إلينوي، هو من أحضر الأسلحة والبارود. بينما لا نعرف معظم القتلة، لكننا نعرف الكثير ممن نظموا لهذا الاغتيال وخططوا له. لم يكن الاغتيال عفوي، لم يكن ردة فعل غاضبة على رسولنا جوزيف سميث، لكنه عمل سياسي ومدبر وراءه قادة من ولاية إلينوي. واجه جوزيف المعارضة من بداية رحلته، منذ أن رأى الرب وابنه عندما كان في عمر 14، منذ أن بدأت كنيسة المورمون تكبر وتحصد تأييد شعبي أرعب أعضاء الكنائس الأخرى. شرارة هذا الاغتيال عندما بدأت صحيفة نافو إكسبوزيتور، الصحيفة التي تدعمها كنائس ضد المورمونز. تعدد الزوجات أصبح شائعا في مدينة نافو، وعلى وشك أن يكون مشرعا، وهذا خطر كبير على الكنائس الأخرى. ما حصل من إيقاف وتخريب الصحيفة على يد جوزيف سميث جعل القضاء في مدينة قرطاج ووارسو يصدرون أمرا بالقبض على جوزيف سميث، لكن ليس الجميع كان يثق في أن القضاء العادل سيحل هذا الموضوع. فمالك جريدة أخرى اسمها وارسو سيجنال قال: يجب التدخل العسكري في نافو والقضاء على قوات هذه الفرقة الشريرة. انتهى الاقتباس. جوزيف سميث لم يهرب. بحسب رأي بعض الصحف الأخرى، جوزيف سميث لم يهرب، لم يرفع سلاحا في وجه أعدائه. كل اللي عمله هو استحداث قوانين عرفية عشان يحمي سكان المدينة. حاول إدخال واسطات من قضاء وحكام ولايات في المناطق الأخرى عشان يفضون هذا النزاع عشان لا تحصل المذبحة. فكان ردهم: نعم، بإمكاننا التوسط إذا وإذا فقط سلمت نفسك. وللأسف وافق، وكانت الحماية المقدمة له من جهة معادية للكنيسة المورمونية. هذا كان رأي الصحف الموالية للمورمونز. نكمل رأي بعض الصحف الموالية للمورمونز، يقولون: أكثر من 100 شخص اشتركوا في عملية الاغتيال،
من أصل 100 شخص مشتبه فيه 9 فقط هم من أشارت لهم أصابع الاتهام، هم اللي المسكوا فقط. 4 منهم استطاعوا الهرب، و5 فقط هم اللي قدموا للمحاكمة. في النهاية حتى 5 هؤلاء لم تثبت التهمة عليهم. ورغم كل هذه الأمنيات بأن تنتهي الكنيسة المورمونية، إلا أن أتبعها كل يوم في ازدياد، ليصل اليوم إلى 20 مليون نسمة موزعين حول العالم. كانت هذه هي مرافعة رسمية مقدمة من أنصار المورمونز في موقع كنيسة المسيح على الإنترنت، الكنيسة اللي أسسها جوزيف سميث. طبعا اللي حصل بعدها أنه بدأت عمليات تخريب لكنائس المورمونز، بدأوا يطاردون أتباعها. هذا الشيء اللي جعلهم ينتقلون للغرب أكثر وأكثر، ابتعدوا عن نافو، عن إلينوي، عن ميزوري، ابتعدوا أكثر عن هذه المناطق الملتهبة. هذه كانت قصة جوزيف سميث. خلونا نسمع عن بطل كتاب اليوم، جيمس سترانج. بعد اغتيال سميث كان لابد من اختيار خليفة له. من اللي حيمسك الكنيسة المورمونية؟ في هذه الأوضاع الغير طبيعية كان لابد أن يطرح سؤال آخر مهم: هل نعمل تعديلات في الكنيسة المورمونية ونتفاهم مع هذا المحيط الغاضب حولنا، ولا نهاجر بعقيدتنا ومبدأنا ونتمسك بما آمنا به؟ أهم القضايا اللي كانت ناشبة في حلوق المورمونز هو قضية تعدد الزوجات. تخيلوا، القسم المهادن من أعضاء كنيسة المورمونز قال لابد أننا نعيد قراءتنا لنصوصنا لمبادئنا، لازم نصير جزء من التكتلات المخالفة لنا في المنطقة، خاصة إلينوي. كان أحد أنصار هذا الرأي أرملة جوزيف سميث الرسمية إيما سميث. إيما سميث كان لها رأي مهادن، لازم نغير نفسنا ونصير أقرب للكنائس الأخرى. معها كذلك قائد في الكنيسة اسمه بريغهام يونغ. تعهد هذا القائد أنه يعمل على إعادة المورمونز للخارطة بطريقة أكثر حضارة، انفتاح وتفاهم. لكن في هذا الوقت ظهر منافس جديد وسريع الانتشار، بدأ يهدد كنيسة المورمونز اللي المفروض يكون قائدها بريغهام يونغ. هذا المنافس اسمه جيمس سترانج، بطل كتاب اليوم. جيمس كان أحد الأفراد الجدد اللي انضموا للمورمونز، شاب جبهته عريضة جدا، شعره منحسر لنصف دماغه، يسرح ما تبقى من شعره للجانب الأيسر، ووجهه يحمل شارب وذقن كثيفين. صورته متوفرة بتقنية تصوير قديمة جدا، تقنية الداجرية أو اللي يسموها الدوغيريوتايب. المهم، الشاب اللي اسمه سترانج تم تعميده قبل شهور من مقتل جوزيف سميث. سترانج هذا كان موقفه صعب بل مهزوز جدا، لأنه أولا شاب جديد على المورمونز، لأنه ما يملك أي اعتراف أو منصب رسمي زي منافسيه، خاصة يونغ. يونغ كان قائد مجموعة داخل المورمونز وكان يعتبر أحد رسل سميث. سترانج لا، سترانج شخص غريب، لكن سترانج قدر يلعبها صح واكتشف في نفسه ميزتين ما كانت في منافسينه. بصراحة هي ما هي ميزتين بل ادعاءين قدمها هذا الشاب جيمس سترانج. الادعاء الأول أنه يمتلك تصريح أو تفويض رسمي قانوني من جوزيف سميث، هذا التصريح أو التفويض بأنه سترانج سيكون خليفته. الادعاء الثاني هو الأهم، أنه تلقى وحي من الملائكة يخبرونه بأنه هو الخليفة. نعم، هو من يؤسس الكنيسة الأخيرة في هذا العالم اللي راح يكون اسمها كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، اسم طويل شوية. التصريح والتفويض الرسمي، وهو الكرت الأول اللي لعب فيه جيمس سترانج، كان عبارة عن رسالة، رسالة أرسلها له جيمس سميث رسول المورمونز. يدعي في هذه الرسالة سترانج أنه كان في مدينة بعيدة عن سميث تقريبا 300 كيلومتر. سميث أرسل له رسالة كانت تحمل بحسب ادعاءاته تعيين واضح له كقائد للمورمونز. والسؤال هنا، ليه كانت الورقة هذه كرت مهم في يد جيمس؟ ببساطة لأنه في كامل التشريع اللي وضعه جوزيف سميث للمورمونز ما في ولا كلمة واحدة توضح من يحق له خلافته بعد وفاته. يعني مو شرط يكون قائد المورمونز الجديد هو عضو رسمي أو من حواريه أو رسل المورمونز، ممكن أي أحد جديد. ولذلك رسالة زي هذه هتكون مؤثرة، راح تكون عامل ضغط قوي أو عامل يدافع عن إدعاءات سترانج.
بالعربي هذا معناه أنه شخص زي جيمس ترانك، شخص جديد على الكنيسة، شخص ما يملك أي منصب سابق فيها، يقدر يكون هو القائد الجديد. وهذا معناه كمان أنه رسالة التعيين اللي طلعها سترانج قيمة جدا، رسالة مبعوثة من سميث نفسه تؤيد توليه للقيادة. رغم أهمية هذه الرسالة ورغم أنها جذبت له أنصار مهمين أيدوا سترانج، إلا أن المراقبين ضعفوا حجيتها لأنها ما تحمل أي توقيع. أنت جايب لي أي ورقة والسلام وتقول إنها من سميث وتعينك كقائد للمورمونز؟ ما في توقيع، ما في أي إثبات. كذلك الخط المستخدم فيها لا يشبه خط سميث، لذلك هذا الكرت ما كان هو الكرت الربحان فعلا عند سترانج، لكن الكرت الربحان هو ادعاؤه بأن الملائكة بشرته بقيادة المورمونز، إنها دلته على صفائح مدفونة تحت الأرض كتبها رسل قدماء من أهل أمريكا الأصليين، أرسلوا للتبشير بقدوم خليفة ليسوع المسيح على هذه الأرض. ملاحظين سالفة الصفائح كيف تتشابه مع قصة جوزيف سميث نفسه؟ المهم أن الصفائح هذه وجدوها فعلا مدفونة تحت الأرض ومكتوبة بلغة غريبة من اليمين لليسار في السطر الأول، ثم من اليسار لليمين في السطر الثاني، وهكذا. هذا خلى النصوص غريبة ومثيرة للاهتمام. الصفائح حقيقية وشافها أعداء المورمونز ودرسوها. اللي حصل أنه سترانج ترجمها ليثبت أنه القائد الجديد اللي بشرت به الرسل القديمة المرسلة إلى أمريكا. طبعا كان في اعتراضات كثيرة اتهمت سترانج بأنه هو من فبرك هذا الكلام. استمرت الادعاءات والمدافعات بين الأطراف، لكن الشاهد أنه هذه هي الكرتين اللي استخدمها سترانج وهي اللي وضعته في الساحة ولفتت له الأضواء، عملت له الضجة المناسبة والغامضة، وجلبت معها أنصار مثل كتاب المورمونز، جمعت كثير من أقارب جوزيف سميث، أبناء جوزيف سميث، زوجاته، وحتى والدته. حتى لو كانوا أنصار مؤقتين، لكن استطاع أن يجمع أنصار نوعيين. الفرقتين، فرقة سترانج وفرقة يونغ، قرروا الابتعاد والبحث عن أرض لتأسيس مملكتهم. يونغ اتجه للغرب أكثر، سترانج لا، راح للشمال، تحديدا في جزيرة بيفر اللي تكلمنا عنها قبل شوي في بحيرة ميشيغان. خلونا الآن نناقش قضية القضايا البوليغامي، تعدد الزوجات. عرفنا قبل شوي أنه رسول ومنشئ المورمون جوزيف سميث كان يمارس التعدد، لكنه في العلن كان ينكر، لأنه كان سلوك خطير حيفتح مليون سؤال وسؤال على محلله. المسيحية تعرفت على أنه زوجة واحدة كفاية، وهذا الأخ جاي يعيد صياغة التشريع من أول وجديد بتحليل التعدد، وهذا معناه احتكام لغير الشريعة المسيحية، كأنه رد عن المسيحية. أنتم لستم بمسيحيين، أنتم ممكن تتبعون التوراة والقرآن، وهذه كانت تهمة خطيرة للمورمونز. لذلك سميث كان حذر في التعامل مع هذه القضية، ما كان يعلنها. اللي خارج دائرة سميث كانوا يعتقدون فعلا بأنه ضد التعدد. من ضمن اللي خارج هذه الدائرة كان بطلنا اليوم سترانج. سترانج كان من الذين يعتقدون بأن التعدد ليس من تشريع المورمونز، لكن هذا كان في البداية، إلى أن بدأ سترانج نفسه بتحليل التعدد. إحدى زوجاته كانت تتنكر في زي شاب، كانت تحضر معه الاجتماعات بهذا المنظر. نعم، التعدد كان غير معلن حتى في كنيسة سترانج. استوطن سترانج وجماعته مدينة بيفر. المشكلة ما كانت في هذا الاستيطان ولا حتى في التعدد، بل الخطر كان اقتصادي سياسي على كل جيرانهم. سترانج بدأ يقوي جماعته ويسلحهم زي ما حصل مع سميث، بدأ يأخذ زبائن السفن البخارية على أهل المدن الأخرى. كان توريد الخشب للسفن أسهل من جزيرة بيفر. الجيران كلهم اعترضوا، بدأوا يشتكون من تخريب التجارة، والسبب هو ذلك المزعج سترانج وجماعته. وهنا ظهر الوحش الخطير، ظهرت الحكومة الأمريكية متمثلة في رئيسها ميلارد فيلمور. ميلارد فيلمور هو الرئيس 13 للولايات المتحدة الأمريكية. أهم معلومة ممكن تقال عنه أنه آخر مرشح من الحزب اليميني. اليمين يا جماعة دائما أقرب لرفض الجديد، أقرب لرفض أي تغيير في المجتمع، دائما مع القديم. حركة سترانج حركة جديدة دينيا وخطيرة اقتصاديا على باقي المناطق. وفعلا أمرت السفن الحكومية بالتحرك إلى مستعمرة بيفر،
وأمرت بإلحاح على القبض على سترانج وضباطه بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. نعم، هو تعدي على جزيرة ومقدراتها اللي المفروض تكون تابعة للحكومة الأمريكية. هذا يعطيك انطباع بسيط عن وضع الدولة الأمريكية في بداية القرن العشرين. مستعمرة، سببت خطر، كونت جيش، بدأت تتحرك الحكومة الأمريكية. قدم سترانج للمحاكمة في ديترويت، لكنه ببلاغته وببراعة في الإقناع، هو أصلا محامي، قدر أنه يستصدر حكم بالبراءة. نعم، سترانج الآن شخص قدر يثبت براءته، وأمام جماعته اكتسب سمعة كسياسي قوي وقادر على الدخول في معارك انتخابية رسمية. الرجل كان يبغى يكون حاكم لكل ميشيغان، كل شيء حتى الآن في مصلحة سترانج، إلى أن بدأ يدخل في العقيدة المسيحية أكثر وأكثر. هنا وقع في الفخ. سترانج تشجع ووجد نفسه في وضع يسمح له بأنه يصرح بأنه جاء ليكمل العقيدة التصحيحية اللي بدأها جوزيف سميث. بدأ يدعي بالرؤى والتفسيرات. كان سميث يحاول يقدم تصور متفرد عن طبيعة الرب. كان يقول أنه في حالات الوحي كان يرى شخصيتين منفصلتين، الأب السماوي والأب الأرضي. الأب الأرضي اللي هو يسوع المسيح، كانوا شخصيتين منفصلتين تماما، هذا اللي كان يشوفه سترانج في الوحي. وهذا معناه أنه البشر ممكن يترقون ليصبحون آلهة لأنهم أبناء آلهة حرفيا. الرب كان بشر لكنه ترقى وارتفع وتقدس لاحقا. هذا التصور كان ضد تماما محاولات التقليديين المتحفظين في أمريكا من وحدانية الرب. كانوا يقولون بوحدانية الرب، وانت يا سترانج قاعد تقول بطبيعتين. كان هذا التصريح واضح وصريح بتعدد الآلهة. عارفين هذا التصور أدى إلى إيه؟ إنه مو بس يسوع هو ابن الله، بل آدم كمان ابن الله، وكل الصالحين هم أبناء الله حرفيا. هذا كان رأي كنيسة المورمونز اللي كان يونغ يقودها. لكن اللي عمله سترانج كان شيء ذكي. الرجل أعاد الفكر المورموني خطوة للوحدانية، وأكد بأن الرب لا يتغير وأنه أبدي وأنه إله من الأزل، لكن يسوع هو من كان بشريا في البداية، وأنه هو من ترقى ليصبح في مرتبة الإله. لذلك اقترح بأن يستخدم مع يسوع حرف الجي الصغير وليس جي الكابيتال، فهو God بالجي الصغيرة وليس God بالجي الكبيرة. لأن في فكر سترانج، عيسى عليه السلام أو يسوع هو نموذج للبشر المترقين إلى مرتبة إله. هذا اللي اقترحه سترانج، وموجود هذا الكلام في الدراسات العقدية القديمة، فكرة الأب بالتبني وليس الابن حرفياً. فرق قديمة آمنت نفس هذا الشيء اسمهم أدوبتينيزم، أو مذهب التبني في العقيدة المسيحية. في رأيهم، مرة ثانية عشان نلخص هذا الموضوع، في رأيهم كما هو رأي سترانج، تم تبنيه كابن للرب ولم يولد إلها. هذه الخطوة كانت قوية من سترانج، لأنه خالف فيها كنيسة يونغ القسم الثاني من المورمونز. الإنسان لا يولد إله بل يكرم ويعطى هذه الرتبة نظرا لصلاحه. النقطة الثانية اللي لعب عليها سترانج هي علاقة المورمونز بالعهد القديم، مدى تفاعلهم مع نصوص العهد القديم. سترانج ألف كتاب اسمه كتاب قوانين الرب، The Book of the Laws of the Lord. هذا الكتاب كان يعتبر استكمال للإنجيل، لكنه استلف كثير من الإسرائيليات، من أوامر العهد القديم، من التوراة أقصد. قدمها بشكل يناسب العقيدة المسيحية الجديدة اللي هو اقترحها. مثال فقط وليس للحصر، يوم الإجازة عند هؤلاء المورمونز أتباع سترانج، يوم الإجازة عندهم السبت اللي هو السبت بدل الأحد. كذلك كان هذا الكتاب يفصل أكثر في الوصايا العشرة اللي منصوص عليها في التوراة. الشاهد أنه كثير من أحلاف سترانج اللي مع سترانج الأوائل بدأوا ينسحبون من كنيسته واحد وراء الثاني. معظم الأسباب تتعلق بوصفه بأنه عنده نزعات ديكتاتورية. كذلك كان في تحفظ كبير على إدارته للكنيسة. طبعا كالعادة تراجع سترانج عن قناعاته في مسألة تعدد الزوجات. هذا واحد من الأسباب اللي خلته مكروه ومستهدف. خلونا نسمع واحدة من زوجاته الخمسة اللي اسمها سارة رايت، وهي تحكي كيف كان سترانج في بيته فتقول: كان متحدثا جيدا، طيب مع عائلته كرب أسرة، لكن كلمته كانت قانون،
كل زوجة كان لها غرفة مستقلة، لكن وجبة الغداء والعشاء كان لازم نجتمع كلنا. نعم، كان كلام هذا الرجل قانون، لأنه عين نفسه ملك في 8 جولاي 1850. الرجل رفع الستار على مسرح كبير في مبنى كبير في جزيرة بيفر. الحضور كان أكثر من 250 شخص. الحضور هؤلاء لما لمحوا ملكهم وهو يهم بالدخول انهالت الصيحات والشهقات. كان يتمشى بخيلاء مقتربة من العرش. العرش كان مكون من كرسي مبطن بنبات الطحالب ومغطى وبقماش ملون. انتهى الاقتباس. احنا ما نقدر نوصف هذا الرجل بجنون العظمة فقط. صحيح انه ما استطاع يحقق اهدافه كتأسيس مملكة او تأييد نبوته، لكن كان في نفس الوقت كاتب عظيم، متحدث مقنع، عنده كاريزما، محامي وشغل منصب رسمي في الحكومة لسنين طويلة. الرجل كان معارض للعبودية، واول من اعطى السود والنساء مناصب رفيعة في الكنيسة كان سترانغ. في كل مرافعاته ومحاججاته كان هو صاحب الحجة الأقوى، شخص ذكي في قراراته، وهذا الشيء اللي خلاه يصل إلى ما وصل إليه من جرأت إعلان مملكة وسط الدولة، الدولة الأمريكية. اختار جزيرة بيفر اللي لا يتعدى المصوتين فيها 500 شخص، وبانتقاله إلى هناك قدر يكون أغلبية يسيطر بها على المنطقة. أصدقائي، زي ما قلنا، سترانغ كان يشبه نبيه جوزيف في كل شيء، ويبدو أن الأقدار تصر على أن تكون نهايتهم واحدة، الاغتيال، أو كما يسميها أتباع المورمونية الشهادة. بعد سلسلة من الشكاوي والمخالفات والخداع اللي اتهم فيه سترانغ، أرسلت مراكب بخارية تحميها سفن رسمية من الحكومة الأمريكية إلى جزيرة بيفر في بحيرة ميشيغان. هذه السفن أطلقت النار على سترانغ، سترانغ اللي مات بعدها بأسابيع متأثرا بجراحه. اللي حصل بعدها هي عملية طرد لكل المورمونز. جاءت سفن كثيرة وأخذت المورمونز من جزيرة بيفر ووزعتهم، أو بالأصح شتتتهم في عدة أقطار. طبعا هذا الإجراء يبدو لضمان عدم تكتلهم مرة ثانية. الكنيسة وأتباعها الآن بعيدة تماما عن أي نشاط سياسي. نعم، يوجد لها مقر في مدينة وينسكونسن في أمريكا. أتبعها ناس هادين الآن، راقين وفاضين للحديث فقط حول تاريخ المسيحية أو تاريخ هذه الكنيسة بالتحديد. حادثة اغتيال سترانغ يجب أن لا تمر علينا مرور الكرام. كيف تم اغتيال سترانغ؟ ما هي ظروف أو حيثيات حادثة اغتياله؟ زي ما قلنا، السفن البخارية وصلت بيفر، وأرسل مرسول إلى سترانغ يطلبه الحضور إلى السفينة. سترانغ مباشرة ما كذب خبر، ذهب مع هذا المرسول. وفور وصوله إلى السقالة اللي توصله إلى السفينة، ظهر رجلان من الخلف بأيديهم مسدسات مختلفة. أطلقت الرصاصة الأولى لتضرب رأس سترانغ من الخلف من جهة الأذن. الرجل استطاع أن يلقي نظرة على القتلة، لكنهم ما أمهلوه، فانطلقت رصاصة ثانية وثالثة، واحدة في رأسه والثانية استقرت بين ضلوعه. في هذه اللحظة اختفى القتلة عن الأنظار، حيث ركبوا السفينة البخارية وانطلقوا بعيدا. لكن ليش قتل سترانغ؟ قلنا أنه كان مسبب أخطار كثيرة، وبسبب التهم اللي كيلت على جماعته وعليه هو شخصيا، بصراحة لا تعد ولا تحصى أهمها أعمال تخريبية نسبت إليه. اتهم بأنه يخطف ويسرق ويحاول أن يجند الأطفال ويستغلهم. إلا أن كتب حديثة النشر زي كتاب اليوم يقول ما يجوز نحكم على رواية واحدة بس. المورمونز اختفوا من جزيرة بيفر، واللي قاعد يروي معظم الكتب الحديثة أناس ما عاشوا تلك الفترة، يعني ما في أحد يقدر يتكلم بلسان سترانغ وجماعته. أما تهمة النهب فهي شيء شائع في تلك المنطقة وتحت غطاء ديني اسمه consecration. استوقفني هذا المصطلح شوية، consecration. طريت أبحث فيه شوية. لغويا consecration معناها التكريس أو التفاني من أجل خدمة غرض ما. في المواقع المسيحية تم شرح هذا المصطلح بشكل مستفيض. مفاده consecration أو التكريس يقول إنه الإنسان ممكن أن يتنازل عن حقه الشخصي ليكرس نفسه لهدف سامي. تقريبا هذه الذريعة اللي كان أنصار سترانغ يحاول دفع الاتهامات عنه فيها. الناس كانت بتعمل شيء طبيعي اسمه consecration، التكريس. لكن اللي حصل في أمريكا في تلك الفترة كان تكريس خاص جدا.
التكريس اللي حاول المورمونز وأعداء المورمونز تطبيقه هو الاستيلاء على الكنيسة وعلى ممتلكاتها. بحسب مؤلف كتاب God has made us a kingdom، يقول إنه التكريس بمعناه الحقيقي انحرف عن معناه الحقيقي، لدرجة إنه كل الفرق صارت تحاول النهب المتعمد للكنائس وللناس باسم الكنيسة كتكريس. هذا أولا. ثانيا، مؤلفة الكتاب تقول لا يوجد دليل واضح صحيح وصريح إنه سترانغ مارس أعمال نهب، بالعكس الرجل كان محامي وفهم القانون. الرجل امتثل للقانون عندما دعي لمحاكمة في ديترويت، دافع عن نفسه ووجد بريئا حتى يوم اغتياله. وجهة نظرها إنه سترانغ لم يمارس شيئا خطأ، لم ينهب، إنما هو كان يمارس عادة تعودت عليها الكنائس المسيحية. ومرة ثانية ما كان عنده شيء يخبيه. الرجل خرج من بيته واتجه إلى السفينة بمجرد أن جاءه خبر مع المرسول اللي قال له إنه البحرية الأمريكية أو قائد السفينة يطلب لقائك. المختصر المفيد من كتاب The King of Confidence إنه في هذا العالم رجال أذكياء عباقرة محترفين في توظيف إمكانياتهم عشان يكسبون التأييد، عشان يكيفون الأدوات المتاحة لهم للوصول إلى قمة الشهرة والمجد. هذا الكتاب جميل جدا، قدم جيمس سترانغ كأحد هؤلاء الدهاء، وبصراحة قدمه بطريقة شبه موضوعية، فهو يترك لنا الحكم دائما هل كان هذا الشخص مؤمن بما يبشر به، أم أنه كان يستغل الوضع الراهن ويضحك على العقول لتحقيق مآرب شخصية. الكتاب يستحق القراءة فعلا لمعرفة فترة تاريخية مهمة في أمريكا، ومهم أيضا عشان يرفع لك بنك كلماتك الإنجليزية لدرجة عالية جدا. أصدقائي، كل هذه الحلقة قدمت جزء بسيط من الكتاب، أنصحكم بقراءته إذا أردتم معرفة جزء مظلم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. كان معكم نصا وصوتا أنس بن حسين، وفي أمان الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.